السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى ايه وفي فيديو جديد على قناتكم مايون ميمون. اليوم غنوجد معكم الكغاتان بالخبز ديال التاكوس، كيجي غزال وطريقة مختلفة ووصفة جديدة في هاد سيدنا رمضان. صافي كنستفو الخبز ديال التاكوس هكا في واحد المول اللي غيدخل الفران، وكنشح راس در ديال الدجاج ولا الكفتة ولا اللي كان مع شوية البصيلة. صافي وكنقلب شوية الفريت، كنحطوا الطبقه الاولى فيها ستر ديال الدجاج ولا كنصبقوا البيشاميل. صافي وديروا فوق منها الفريت وشويه ديال المايز وشويه ديال لاصوص بيشاميل وشويه ديال لاصوص الجيريان وشويه ديال الفرماج محكوك هكا. صافي وكتعاودوا تردوا الجوانب ديال العيش بحال هكا. هانتوما عبد الله تا هو كيقول لكم اشنو ديروا. صافي من بعد ما كتردوا الجوانب كديروا شويه ديال البيشاميل من الفوق اللي شاطت، وديروا شويه تقرب طيب شويه. صافي ودردروا فوق منها الفرماج. صافي وتجبدوها كتجي على هذا الشكل، هذا بنينه وطريقه مختلفه. شكرا لكم.